نرجعوا واحد 30 عام للور وقعت واحد طفرة في أفلام ديال الكارتون، سواء اللي جاتنا من الصين، من جابون، من بزاف ديال الدول اللي دخلت لنا العالم العربي، فحال أميرة ياقوت، ماوكلي، جرانديزر، سوبرمان، باتمان، زورو والأمثلة كتيرة. المهم أن هاد أفلام الكارتون فيها بزاف ديال الرسائل اللي كما قلنا كتدوز على الخير والشر، وأبطالها دائما كتقوم بالأعمال الخيرية وكتحارب الأشرار وكل شيء. لكن الأطفال ديال اليوم صعيب أننا نقنعوهم بهذه الرسائل، أو لو عندهم رسائل أخرى اللي هي مختلفة، ولينا كنشوفوا تطور كبير في هذه الأفلام، وبلاص قصة الأميرة اللي مكدويش مع الغرباء واللي جالسة في الدار وكتسنى الأمير يجي يحل لها المشاكل، ولينا كنلقاو مثلا رسوم متحركة بحال الشجاعة اللي تنتج في 2012 اللي كيدوي على أن هذه الأميرة رفضات هذا المصير أنها ما قبلتش به وتمردات على العائلة ديالها وقررت أنها تغير حياتها بنفسها عوض أنها تستنى الأمير يجي يحليها المشاكل ديالها. ومن هذا المثال البسيط كاين بزاف ديال الأمثلة وحدين اخرين، ولينا كنشوفوا تطور اخر في الافكار اللي كتصدرها مثلا رسوم متحركة عوض الصداقة والتعاون وغادي نتجاوزوا الصعاب والحب كيحل جميع المشاكل، ولينا كنلقاو رسائل كطالب الاعتماد على النفس كتقول ان التغيير خاصو يجي والحل حنا اللي خاصنا نلقاوه باش نتجاوزوا الصعاب. وفوالا كما كنقولوا كاين العالم كيتطور، الاحداث كتطور، حتى الافكار ولا الرسائل اللي كتحملها الرسوم المتحركه حتى هي كتطور. وجات لينا مفاهيم جديده، ولكن هنا كوتش بغيت نسولك شنو الرأي ديالك في هذا التغيير؟ تقريبا ذكرنا واحد المسار ديال التغيير ما بين الزمان وما بين الأفلام ديال دابا والتأثير ديال هاد الرسائل على أطفالنا ديال اليوم ومجتمعنا المغربي كيفاش ممكن يكون في المستقبل. Alors, de l'afkar li wlaw lyom, je pense que kitmachaw ma el jil djalna, c'est-à-dire que c'est vrai que lyom tifl ma bqinach kan'almuh annahu lwahed machi ila kan kbar minnak yqdar khassak tahdar aynik, khassak hada, bien sûr khassak tahdar aynik, bien sûr khassak tahtarmo, mais ma ykounch f dak el itar annahu yhqar alik entre guillemets ila bghina nqoulo. Donc ce sont des idées li titmachaw ma had el jil parce que l'époque djalna est différente, on va dire, à l'époque de Walidina. Et donc, ça ne veut pas dire que le rousson de l'intérêt de l'homme, mais c'est que le rousson de l'intérêt de l'homme, c'est que le rousson à aucun moment, on ne voit par exemple le bataille qui est très bien dans le rousson de l'intérêt ou qu'on dit que le rousson de l'intérêt de l'homme, c'est 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 que le